أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم صوم يوم الخميس والجمعة متصلتين، أو صوم يوم الجمعة أحيانا وليس دائما، شكرا لله تعالى، إذا كان يوم ولادتي مع أنني أصوم الخميس والاثنين أحيانا؟ أما الصيام عن الولادة فهذا غير مشروع، هذا بدعة، ولا يجوز أن تعمل في يوم ولادتك أي عمل خاص من عبادة أو غيرها، لأن هذا من اتخاذه عيدا. وقد جاء النهي الصريح في التشبه بالكفار، وهذا من التشبه بالكفار، هم الذين يحتفلون بأيام مواليدهم ومواليد أنبيائهم وعظمائهم، هذا من التشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: أن تشبه بقوم فهو منهم. وليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز لك أن تحتفل بيوم ولادتك. وأما الصيام فيكره إفراد صيام يوم الجمعة، يكره إفراد صوم يوم الجمعة لما جاء في النهي عنه. نعم.